بس بلا، هو الحمد لله. قال ربي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. شوف الحكمة القرآنية، نرزقكم أنتم اهتماماتكم قبل كل شيء، عنديش رزق أنا قبل رزق ولادي. قال لك ربي نحن نرزقكم، شوف عين الرزق ليكون ما أتاهم من الله بإرادتي وتوفيقي وكرمي، نحن نرزقكم وإياهم عدنا أرجو الكتاب نور الجبال توطراو الفرق بين من إملاق خشية إملاق، تشوفوا أن الدقة القرآنية ما ليس كمثلها دقة في أي كتب، في أي قصة تتعب ما تجد الدقة المطلقة إلا في القرآن. كيف لا نعرف القرآن حتى يتسنى للغافلين أن يقدر الله حق قدره، والمتأمل هو الذي مؤهل بشعر ربي سوى قدره، فيولي قدره مع شتان بوجوده، ولا يشرك به أحدا، ولا يستهان بأوامره ونواهيه. نواهيه بتقدير الله، هو يأتي بعد تدبر وبعد تأمل لآيات القرآن وتاريخ الإسلام على مر السنين والقرون، ومر عاد التأمل أن مجاله واسع وتنوعه لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. نرجع إن شاء الله لكتاب الله المبارك، مع العلم اللي أنا اللي لاحظت في كثير من الإذاعات وكثير من التلفز، محطات فضائية لعبت باللغة، مناولنا كما تقول أنت، يكره الإنسان اللي يسمع منهم، ما همش ناس كما تقول أنت أمناء على الرسالة. ما كنت تحب الإسلام، ما كنت تحب تعرف القرآن، ما كنت تحب تعرف رمضان، أش بيك تقول أيها المجتمع المبارك؟ تعاود تقول يا أيها المجتمع المبارك، ويجيوك الناس يعني كنت شتم بالبركة، أنت أول ما بدي تحديدك بدي تشوف بالله مبارك، وزيد الدين بله وجهلك يمقته الله سبحانه وتعالى وأهل الله جميعا عليهم رضوان الله، وقت تقول رمضان لا كريم، من أين لك هذه الأباطيل؟ قالوا لا كريم، وهذه ريتها خاصة اللي أذاني ريتها في إذاعة الزيتون، قالك من القلب إلى القلب، تكاد أعطيت المرسل لا قلب له ولا تمييز له بين المبارك ولا مبارك، ولا كريم والكريم، لا إله إلا الله الرحيم. وإحنا قلنا خاصة هي ريتها خاصة إذاعة القرآن الزيتون، ريتها لكونه الناس هذوما فيهم كما تقول فئران، أنا وإحنا مش نستنقص لكن نصف فئران موجودين مش يصدوا عن من عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى بكلام الله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، يصدوهم باش ما يتعرفش ماذا يقولون وبماذا يؤمنون وما بلا قيمة الذي وصلوا إليه بفضل الله تعالى من علوم. هؤلاء أما إيش يرجو ولا شيء، ما يمسخهم ربي ولا يسحتهم من تلك المراكز التعليمية للقرآن وسنة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وشخصية الفردة الوحيدة في نوعها شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بعد حين يا من قلت لي وأمثالي، جئت بعدما انطلق القطار، أي قطار تعني؟ أي قطار تعني؟ واحنا جينا بعد، احنا من جينا نحن اهل القران دائما احنا في الواجهه في تعليم الناس لنا معاني الاسلام وبركات رمضان وحقائق القران. احنا نقول لك راجع نفسك خير ما يمسك ربي، ونزيد الناس نعاود اسمك، اسمك عماد، اي عماد انت؟ عماد للشياطين ولا عماد لدين رب العالمين؟ وثبت روحك لحد الآن، توا عشرات السنين وانت داغرها، 20 فيديو اللي فيهم
ما شاء الله من فتوحات ربانية على قلب من عباد الله. أنا اللي أعطاه ربي خيرات كثيرة. أنت مجرم بحق الله، وأنت تخدم من حيث تعي أو لا تعي، تخدم بني صهيون أن ينطفئ نور الله، ولكن قضى الله أن يتم نوره بناس أهل رب العالمين وأهل كتابه القرآن العظيم وأهل ليحيى سنة نبينا عليه الصلاة والتسليم. أما ترجع بتخليك العشرين فيديو تقريبا يخرجوا على الناس يجدوا نور. قطر وصلني مخبر قال قلت والله أعلم، قلت هذا اش خلانا باش نتكلموا بيه؟ يعني أنت ما ميك طالب الشهرة، أنت تتكلم وك الطريق نتاع الكلام ومصطنع اختار فيك على روحك. أرجع للمسلم خير لك، واعتبرهم إخوانك مش من تحتك. ومن وكيف يكونوا تحتك وأنت من فريق الأنذار، من فريق المعطلين لنشر القرآن ومعطلين للتعليم بالإسلام؟ نعود إن شاء الله تعالى.